قبل أن يغادر المنطقة، يحيي عضو الكنيسة المتطرف إيتامار بن غفير أنصاره لقدومهم إلى هذه المظاهرة التي تخللها تحريض واعتداءات وشتائم وجهت للفلسطينيين القاطنين في قرية النبي صموئيل. احنا جايين نصلي في الجامع، وشو بننسى كل جمعة إن شاء الله بنيجي نصلي، دائما احنا بنيجي. مش خايفة من هذول الجماعة؟ هذول شو بخوفوا؟ خوفوا حالهم، هذول بخوفوا حالهم، احنا منخافش، احنا معنا رب العالمين. احنا منذ نحو شهر ينظم سكان قرية النبي صموئيل في القدس المحتلة وقفة أسبوعية احتجاجا على ظروف حياتهم غير الإنسانية وسياسات التضييق المستمرة عبر منع البناء والتوسع وتقييد حرية التنقل. مأساة، مأساة، يعني أكثر ما بتتصور قديش مأساة، يعني إنه لا وظائف شغل للشباب زي العالم والناس، أدابهم بس يتحبسوا، ولا بنية تحتية ولا مجال واسع على البيوت اللي بتجيبي بتخلفي، ونفس الغرفة بتلاقي 7 8 قاعدين نفس. أنتوا شايفينه صوروا، انقلوا الصورة صح. شو مطالبكم؟ مطالبنا كرامة. لكن هذه المرة أجاج المستوطنون الأجواء بحضورهم، يتقدمهم بن غفير ليصعدوا من اعتداءاتهم على سكان القرية وعلى المتظاهرين الفلسطينيين. اعتدوا علي عشان دخلت بدهم يحطوا علي علم اسرائيل، ولكن اتفاجأ بن غفير ان انا معي علم فلسطين ورفعته، بلش يضرب علي قناني ويدفعوني. ولكن كلمتنا واضحه ان هذه القريه مهجره ومحاصره من الاحتلال، فلازم الكل يشارك ويأذنهم، مش بس يوم جمعه، بكل ايام. في اعلى التلال الواقعه شمال غرب القدس تقع قريه النبي صموئيل التي هجر اهلها مع احتلال الضفه عام 1967، وتبقى منهم نحو 300 فرد يقطنون القريه التي صارت اسرا لابنائها لوقوعها بين مستوطنتين وللتقييدات الشديده التي تفرضها سلطات الاحتلال على تنقل سكانها رغم الامتار القليله التي تفصلهم عن مدينه القدس. جبهة حرب أخرى يشعلها المستوطنون في القدس هنا في قرية النبي صموئيل، حرب على أناس كل ما يطالبون به هو أدنى مقومات الحياة وكرامة إنسانية. إيمان جبور، قناة الغد، القدس المحتلة.